كان زمان كان اقصى حاجه بنجيبها هي الزمزميه المعلمه، دلوقتي في زمزميه، في لانش بوكس، في كل حاجه، يعني كل حاجه زادت عن الاول كتير جدا. يعني الاسعار معقوله، في متناول كده وفي كده. انا بجيب على حاجات على قد يعني، كشاكيل وكراريس الجلاد اللي هم زي كل سنه الحاجات دي بس. اه طبعا مختلف، حتى الادوات اللي بيطلبوها في المدرسه اغلى، ودي احنا حاجات بسيطه بنجيبها للاولاد، جايبه حاجات ب 1000 جنيه وكراريس اللي هو هيستخدمها في اول اسبوع لسه ما عرفش متطلباتهم. حتى الادوات اللي بيطلبوها المدرسين بيطلبوا مش ادوات عاديه، تحس ان ادوات ناس جايه من سفر من اعاره، احنا مش راجعين من المدرسه، مش عارفين اصلا ايه المدرسه طالباه. يعني هما بيكتبوا حاجات احنا مش عارفينها ولا طال مكتبات عارفينها، وحاسين انها ممكن تبقى ازيد بكتير قوي من الطالب ممكن يحتاجه في السنه. هو اكيد مش هيحتاج مثلا 10 اساتيك، مش هيحتاج مثلا 5 برايات. الادوات اللي الطالب نفسه بيستخدمها لا بتبقى عاديه، انما في حاجات المدرسه بتبقى طالباها بتبقى يعني بتبقى موحده لكل الطلبه، بتبقى محتاجه جمعيات على ما تيجي المدرسه تدخل، طبعا بتبقى ميزانيه ثانيه لوحدها. لا نفس الميزانيه، يعني مش فارقه كتير، يعني حاجات بسيطه، يعني هي علبه الالوان ب 10 جنيه مثلا، الكشكول ب 3 جنيه العادي، عشان هي بتبقى عندهم يعني حصه الوان، حصه رسم واحده في اليوم مثلا، فهي علبه الوان واحده مع كراسه رسم. بيبقى في طالب حابب ان هو يرسم، حابب الرسم عموما، يعني عن اي طفل تاني، يعني في اطفال عادي مش بتبقى حابه.